إسرائيل وجهت ضربات صاروخية عنيفة في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على مواقع الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الداخل السوري. التفاصيل بالكامل كانت قد نشرت على الوكالة العربية السورية للأنباء، بالإضافة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان وحتى جيروزلم بوست، وكانت هنالك لقطات مصورة تظهر فيها أصوات لهذه الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وكذلك تصدي المنظومات الدفاعية للصواريخ الإسرائيلية. وعلى هذا الأساس الذي جرى في حقيقة الأمر في ظل كل هذه المعلومات من هذه المصادر، تحدثت بأن الطائرات الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي حلق فوق الجولان، والهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل هنا كان القلمون وتحديدا يبرود، ويبرود تتواجد فيها مستودعات خاصة بحزب الله اللبناني، هي مستودعات للأسلحة قريبة من الحدود اللبنانية. هذه هي التي كانت تهدف إسرائيل لاستهدافها، وبمجرد ما انطلقت الصواريخ الإسرائيلية من أجل ضرب هدفها، جاءت المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري لتتصدى لهذه الصواريخ. أسقطت فعلا المنظومات الدفاعية بعض الصواريخ الإسرائيلية، ولكن في نهاية المطاف تمكنت إسرائيل من الوصول إلى هدفها ودمرت هذه المستودعات أو الأهداف التي كانت تهدف لاستهدافها. وتحدثت قناة N12 العبرية بأن في هذه المستودعات كان هنالك طائرات مسيرة إيرانية الصنع، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات تعد من أجل إدخالها مباشرة إلى الداخل اللبناني، وذلك لتصل إلى حزب الله اللبناني. وإسرائيل تحصلت على معلومات هذا الأمر وطبيعة الظروف وتخزين هذه الأسلحة المؤقت في هذه المخازن، وقامت بهذا الاستهداف. والمثير بهذا الأمر بأن نفس هذه المنطقة في القلمون يبرود، نتحدث عن هذه المنطقة تحديدا، قد استهدفت في 48 ساعة الماضية، الأحد الماضي إسرائيل ضربت نفس المنطقة ونفس المخازن، وكانت هنالك لقطات مصورة واضحة لطبيعة هذه الانفجارات. الانفجارات كانت بهذا الشكل، لاحظ طبيعة اشتعال النار توضح لك بأنك لست أمام أسلحة عادية موجودة في هذه المخازن بكل تأكيد. وبالتالي إسرائيل فعلا وصلت إلى هذه النقطة ووصلت إلى المستودعات وبدأت تدمر بالمستودعات الأسلحة الخاصة بحزب الله اللبناني تحديدا. وهذه صور أخرى من طبيعة هذه الانفجارات، كما تلاحظون انفجارات ليست بالعادية، الكل في القلمون تقريبا وفي يبرود تحديدا استمعوا لهذه الانفجارات ورأوها وصوروها بكل تأكيد. وإذا ما ذهبنا إلى صور الأقمار الصناعية، فكانت هنالك تحديثات لطبيعة هذه الضربات في اليومين الماضية. هذه هي برود التي نتحدث عنها إلى جنوب شرقها تقريبا، هذه هي مخازن الأسلحة التي كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، التي استهدفت على ما يبدو صباح هذا اليوم، ولكن بكل تأكيد هي كانت الهدف في اليومين الماضيين. وإذا ما ذهبنا إلى صورة تعود إلى 12 من مارس من هذا الشهر تحديدا، ستلاحظ بأن هذه هي الصورة، أحدث صورة لها تقريبا قبل الضربة، لنقترب قليلا من هذه المنطقة. وستلاحظ هنا بأن نقطتين هي التي استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، هذا هو المستودع الأول الذي كان هدفا لضربتها، وهذا هو المستودع الثاني أيضا الذي استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي. لاحظ هنا في 12 من مارس وهنا 17 من مارس كما تلاحظون، هذه هي الصورة المحدثة، هنا قبل وهنا بعد، وتلاحظ كيف أن الانفجار، هذه الضربة الأولى وهذه هي الضربة الثانية في تدمير هذه المستودعات. وإذا ما حاولنا أن نأخذ صورة واضحة لطبيعة هذه المستودعات، نلاحظ أن هنا مستودع أول ثاني وثالث، وهنا مستودع مائل يميز هذا المستودع في الوسط الذي كان هدفا للجانب الإسرائيلي. وأيضا من جهة أخرى ستلاحظ بأنك أمام مساحة، يأتي مستودع أول ثاني ثالث، وهذا هو المستودع الأخير الذي كان قد استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي. وبالتالي بصورة أوضح، هذه هي الصورة الأوضح لطبيعة هذه المستودعات، المستودعات تأتي بهذا الشكل نفس العلامات، هذا يعني أن المستودع الذي ضرب من الجانب الإسرائيلي هنا. وأيضا تلاحظ هذه هي مساحة، مستودع أول ثاني ثالث، وهذا هو المستودع الأخير الذي كان قد ضرب من قبل الجانب الإسرائيلي. وتبدو أن هذه المنطقة هي نفس المنطقة التي استهدفت صباح هذا اليوم، لا تحديثات من الأقمار الصناعية عن طبيعة أي من النقاط هي التي ضربت، ولكن أكثر من مستودع
هو الذي استهدف، وهذا هو الأكيد من المصادر الموجودة في الداخل السوري تحديدا والتي تحدثت عن طبيعة هذه الانفجارات والضربات التي جاءت صباح هذا اليوم. المنطقة بشكل عام هي منطقة استراتيجية، مستودعات في منطقة مهمة للغاية بالنسبة لحزب الله اللبناني. هذه النقطة التي تحدثنا عنها من المستودعات، وهذه المستودعات لا تبعد إلا مسافة ما يقارب 25 كيلومترا أو حتى أقل من 25 كيلومترا لتصل إلى الحدود اللبنانية. وهنا كما تلاحظون بأننا أمام منطقة مهمة للغاية، ألا وهي بعلبك. وبعلبك هي تعتبر المنطقة والمعقل الرئيسي لحزب الله اللبناني، وبالتالي هذه منطقة استراتيجية مهمة للغاية بالنسبة لحزب الله اللبناني، حيث تنتقل الأسلحة من هذه المستودعات مباشرة إلى هذه المنطقة. كذلك أنها تعتبر نقطة مهمة حتى على مستوى الداخل السوري، عندما يكون هنالك سلم واستلم بالأسلحة بالنسبة للعديد من الأطراف وليست فقط حزب الله اللبناني. وإذا ما ألقينا نظر على هذه المنطقة هنا، المستودعات التي نتحدث عنها، سترى بأنك أمام طريق M5. هنالك طريق M5 الرئيسي الذي تأتي هذه المستودعات قريبة منه، هو يمتد مباشرة إلى حمص وحماة إلى حلب، وكذلك هو يمتد أيضا إلى دمشق، أي أن الأسلحة ممكن أن تخزن في هذه المنطقة وترسل إلى حلب باتجاه حلب طبعا، وكذلك ممكن أن ترسل إلى دمشق وترسل مباشرة إلى الجولان لكي تستخدم ضد الجانب الإسرائيلي، أو حتى أن ترسل هذه الأسلحة من نقاط مختلفة إلى الجنوب اللبناني بدلا من أن تتحرك في الداخل اللبناني، وممكن أن ترصد من بعض الجواسيس الإسرائيليين. وبشكل عام كيف تصل هذه الأسلحة؟ كما هو معروف في السابق فإن الطائرات الشحن الإيرانية عادة تصل إلى مطار دمشق الدولي، ويكون هنالك نقل للأسلحة، وهذه الأسلحة ببساطة تنتقل إلى هذا الطريق الذي نتحدث عنه، طريق M5، لتصل إلى هذه المستودعات، لتنتقل وتصل إلى الحدود اللبنانية إلى حزب الله اللبناني، ومن ثم تنتقل مباشرة إلى الجنوب اللبناني لكي تستفيد أو يستفيد منها حزب الله في مواجهة إسرائيل بشكل مباشر. وكذلك ممكن أن تأتي أيضا من الحدود العراقية السورية لكي تجد طريقها هنا. بالتالي هنالك كثير من المرونة لموقع هذه المستودعات لكي تنتقل الأسلحة يمينا وشمالا لصالح حزب الله اللبناني. وهذه طبعا تعتبر مسألة كبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هذه الاستهدافات لها نظرة استراتيجية خاصة في مواجهة حزب الله. هنالك جنرال إسرائيلي مؤخرا، واحد من الجنرالات الإسرائيليين السابقين المهمين، ألا وهو ياكوف عمي درور. هذا الرجل كان هو عبارة عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا، كان قد تحدث عن معلومات مثيرة للغاية عن طبيعة الوضع الآن بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني والحرب المحتملة بين الطرفين. فهو كان قد تحدث بمعلومات مثيرة للغاية، قال بأن الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب في قطاع غزة تحديدا وتصعيد حزب الله باتجاه إسرائيل، تمكنت إسرائيل بطائراتها بمدفعيتها من توجيه ضربات ليست بالعادية لحزب الله اللبناني، إن هذه الضربات أدت في نهاية المطاف إلى إلحاق الكثير من الأضرار بالقدرات العسكرية لحزب الله، مقارنة بحزب الله الذي فعلا ألحق أضرارا بالجانب الإسرائيلي، ولكنه ألحق أضرارا فقط بالممتلكات الموجودة في الداخل الإسرائيلي، وأنه لم يلحق أضرارا بالقدرات العسكرية الإسرائيلية. وهذا قد يفسر الكثير لماذا إسرائيل تقوم باستهدافات لأي أسلحة ممكن أن تأتي من سوريا بأي شكل من الأشكال، تحاول منعها من الدخول إلى لبنان ولكي تنتقل للجنوب اللبناني لتعزز قدرات حزب الله اللبناني. وطبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما تحدث هذا الجنرال الإسرائيلي بأنهم استعدوا بشكل كبير للحرب اللبنانية، هم مستعدين أساسا لحزب الله حتى أكثر من استعدادهم لحركة حماس في قطاع غزة، صدق أو لا تصدق، لأنهم كل المناورات التي قاموا بها في السنوات الماضية، طبيعة التكتيكات، الترتيبات للقوات الخاصة بهم كلها مبنية ومصممة لمواجهة حزب الله. وكذلك في نفس الوقت هم اختبروا الكثير من الأسلحة التي استخدمها حزب الله في هذه الحرب، عرفوا تماما الصواريخ المضادة للدبابات وغيرها كيف تعمل، كيف تسير. وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي هنا، في ظل كل هذه الظروف التي تحدث عنها الجنرال الإسرائيلي بأنهم يريدون إبقاء حزب الله ضعيفا، يضعفوه أكثر
حتى تأتي فرصة الهجوم على الجنوب اللبناني. وهو أيضا تحدث بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بدء الحرب في قطاع غزة بدأ يفكر مباشرة هو وحكومة الحرب بأن يستغلوا كل التدريبات والفرص والتهيئة من أجل التقدم على جنوب لبنان وإضعاف حزب الله واستغلال كل ما يجري في هذه المنطقة واقتحام أو دخول حزب الله لهذه الحرب، ولكن توقفوا نوعا ما بسبب أن حرب غزة ليسوا مستعدين لها، حرب عصابات قد تحتاج إلى الكثير من الأموال والظروف قد تكون صعبة للغاية، وبالتالي لا يريدون الدخول بأي ظروف أصعب من التي هي عليه الآن. وكذلك يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع الحرب نهائيا، لا بل إنها تبحث عن تحقيق هدنة في قطاع غزة، فما بالك أن كنا نتحدث هنا عن جنوب لبنان. بكل تأكيد هنالك نوع من الضغوطات، ويبدو بأن هنالك محادثات قد عادت، المحادثات عادت بين إسرائيل والولايات المتحدة من خلال اتصال قد تم بين بنيامين نتنياهو وجو بايدن، وتحدثت CNN بأن بايدن قد طلب من نتنياهو إرسال وفد رفيع المستوى من القادة العسكريين إلى واشنطن لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر ووضع نهج بديل لملاحقة حماس في رفح، ووافق نتنياهو على إرسال مثل هذه المجموعة. الحديث هنا عن الهدنة في رفح، الولايات المتحدة ليست على اتفاق ولا توافق نهائيا على أي عملية عسكرية باتجاه رفح دون وجود خطة دبلوماسية أو خط استراتيجي واضح، كما تحدث جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي معلقا على هذا الاتصال الذي قال لا يمكن لأي خطة عسكرية أن تنجح دون خطة إنسانية متكاملة وخطة سياسية. وبالتالي حتى طبيعة العمل العسكري الولايات المتحدة لديها ملاحظات على هذا العمل، لا تريد مزيدا من الكوارث الإنسانية. بالتالي عندما نتحدث عن حزب الله ولبنان تبدو بأن إسرائيل أيضا تحت الضغط الأمريكي في هذه المسألة، لكنها تبقي عينها مفتوحة على ما يجري في سوريا وكيف من الممكن أن تستغل الأسلحة في سوريا لكي تنتقل إلى الداخل اللبناني لتستخدم ضد إسرائيل وشمال إسرائيل.